اليوم في المسابقة الأغلى كأس خادم الحرمين الشريفين يبحث على أن يصل إلى دوري هنا محاولة خطرة بالرأس والخطورة جول. هدف أول لمصلحة الفيحاء يسجله أرسينيو مارتينيز اللاعب البرتغالي اللي يسجل الهدف الأول. ونعم يأتي بالفرحة للمدرب سيماو ويتقدم الفيحاء بالهدف الأول. عرضية ممتازة كانت في اللقطة الماضية، تقدم هاني صبياني في الجهات اليسرى، عرضية في مكان واحدة بالرأس على يسار الحارس أحمد الحارثي، وفريق الفيحاء يسجل هدفه الأول. مارتينيز اللي شكل خطورة في الجهة اليمنى في أكثر من لقطة، ولكن شوف عرضية صبياني الممتازة والرأسية الأروع من مارتينيز، وبالتالي الفيحاء يتقدم بالهدف الأول في مجريات الشوط الأول. 1-0 في مجريات الشوط الثاني. خطأ يبحث من خلاله الفيحاء على أن يقترب للوصول إلى دوري 32 من المسابقة الأغلى كأس خادم الحرمين الشريفين. مارتينيز عرضية محاولة بالرأس جول. جول لمصلحة الفيحاء. المدافع عون السلولي سجل رأسية. المدافع المتقدم عون السلولي وحده بالرأس عرفت المسار نحو الشباك على يمين الحارس أحمد الحارثي، وبالتالي يتقدم الفيحاء بهدفين مقابل لا شيء. شوف العرضية الممتازة في مكان وحيد عون السلولي في هذه اللقطة وضعها بالرأس على يمين الحارس الحارثي، وبالتالي الفيحاء يتقدم 2-2 لا شيء. في مكان ممتاز أسست رائع من مارتينيز، عون السلولي ما صدق خبر في هذه اللقطة ووضعها بالرأس. شوف غضب خالد السعد الهداف في هذه المواجهة. مهند عوض خاطية إلى عبد الله المطيري، تقدم محاولة المطيري تسديد أمامية. جول وهدف ثالث، هدف ثالث لمصلحة البديل عبد الله المطيري، يسجل هدفه الثالث لمصلحة أبناء المجمعة. أبناء المجمعة فريق الفيحاء يسجل هدفه الثالث هنا في مجريات هذا اللقاء وفي الدور 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. شوف الاستلام، شوف التسديد، اتخاذ القرار في هذه اللحظة والتسديد على يمين حارس المرمى أحمد الحارثي، وبالتالي عبد الله